مع النادي الاهلي. اخر خبر عايز اعلق عليه في ترند الاهلي النهارده، وهو ان الاهلي الاول محليا وافريقيا، ومش بس كده لا كمان عالميا، ده من خلال الاحصائيات اللي اتعملت على مدار الفتره الاخيره، واللي قالت ان الاهلي الاكثر تتويجا بالبطولات في القرن الحادي والعشرين. الاهلي 41 بطوله، ده طبعا من ترانسفير ماركت الشهير جدا والمتخصص في الاحصائيات دائما. بايرن ميونخ في المركز الثاني ب 40 بطوله، وبعض الانديه بقى بعد كده بيتوالوا في المراكز المختلفه، لكن ده شيء يدعو للفخر في الحقيقه لكل جماهير النادي الاهلي. طيب كمان لسه عندنا فيديو